نشوف بقى الدايره دي اتعملت ازاي في السلام. الاول بس نروح نظبط اعدادات العرض بتاعنا، نروح نشتغل على ال HDV 29 1280 720 يعني. وتعالوا برضو ناكد على الاوبشنز بتاعتنا، دي 6 6 2 يعني مش عايز ريفليكشن، ولا خليها 4 زي ما هي مش مشكله. عشان نعمل الدايره دي تعالوا الاول نروح نعمل او في الفرونت فيو، هنروح لسبلاينز واخد سيركل، اخد دايره، اكبر الدايره زي ما انا عايز وليكن اخليها مثلا 500 سنتي، طبعا هي كبيره شويه. طيب الدايره دي انا عايز اعمل منها جسم بدل ما هي سبلاين. الدايره دي هنعملها بالسويب نيربس، هنعملها بالسويب نيربس. لو كنا خدنا بالنا من شكل الدايره في الفيديو هنلاقيها مش دايره، يعني مش مدوره، الحجم او الحدود بتاعه الدايره مش مدوره، دي شبه مستطيله. طيب تعالوا نروح للسبلاينز تاني واخد ريكتانجل، هصغر حجم الريكتانجل ده هخليه 50 50، كبره بعد كده لو انا احتاجته، واروح بعد كده على النيرباسز واخد سويب نيربس واسحب الاثنين دول احطهم جوه السويب نيربس ونشوف الترتيب بتاعهم هيبقى ازاي. انا لو عملت كده هلاقي بقت عندي بالشكل ده كده. عشان نبقى عارفين السويب نيربس بيشتغل ازاي، السويب نيربس بيشتغل على، بيشوف اول حاجه اسمها البروفايل خلاص، او الشكل اللي هيبقى عليه الجسم، وبعد كده بيشوف المين بودي او الشكل الرئيسي اللي هو في حالتنا الدايره. طبعا زي ما احنا شايفين الحواف حاده، الايدجز حاده قوي، الايدجز دي مش جايه من السيركل، ده جايه من الريكتانجل. عشان نخليها سموز نروح ل راوندنج عشان نخلي المستطيل نفسه راوندد. لو عملنا راوندنج هنلاقيها بالشكل ده، نقلل بس الراديوس نخليه وليكن مثلا 5 تمام بالشكل ده كده، ممكن نزود شوية نخليه 8 خلاص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الشكل مش ناعم قوي، مش سموز قوي، زي ما انتم شايفين مقطع. يعني انا لو رحت الزاوية مثلا كده تمام هنلاقيه مكسر زي ما انتم شايفين كده. التكسير ده من السيركل، السيركل هنا الانترميديات بوينت بتاعتها او النقط اللي جنب بعضها ادابتف، لكن لو انا رحت خليتها مثلا يونيفورم وبدات ارفع النمبر بتاع السيجمنتس هبدا احصل على سموثنس او هبدا احصل على نعومه. هنخليها مثلا وليكن 60 علشان يبقى الشكل بتاعي سموز قوي. علشان احصل برضو على تنعيم للحواف الجوانيه دي هروح للريكتانجل واخليه الانترميديات بوينتس يونيفورم زي ما انتم شايفين اتغيرت، واخلي دي مثلا ولتكن 16 كفايه قوي عشان يديني شفتوا السبيكولر اللي جه ده تمام من التنعيم بتاع المستطيل نفسه. طيب تعالوا نظبط الشكل بتاعنا بقى خلاص. انا لو عايز اتحكم طبعا انا كده حركت الريكتانجل نفسه، اللي عايز احرك السويب نفسه تمام بالشكل ده، اعتقد ان ده المشهد النهائي اللي هتبقى عليه الكاميرا بتاعتنا. فعشان ما نخسرش الشكل ده نروح للكاميراز ونقول له كاميرا ونخلي ده المسقط بتاع الكاميرا عشان نبقى خلصنا منه ومهما نعمل نرجع له. نقرب بقى كده، طبعا ده مش الكاميرا ده البرسبكتيف، لان انا مسقط الكاميرا انا طفيه او قافله. تعالوا بعد كده نظبط الحجم، نروح للسيركل، اسف نروح للريكتانجل. لو انا عليت الويتس يبقى هزود القطر اللي بره، انا اخليه مثلا كده واخليه بالشكل ده كده بالمنظر ده حاجه بالشكل. طبعا انت تقدر انت تعمل بقى محاكاه بالكربون ل الحلقه اللي موجوده في الفيديو نفسه، لكن احنا قلنا احنا بصدد ان احنا نتكلم هو اتعمل ازاي، مش بصدد ان احنا نشفه تمام. ممكن نزود الهايت شويه تمام، ونقلل شويه خلاص نخليها مناسبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده.
نيجي بعد كده بقى نشوف السيركل اللي جوه اتعملت ازاي. السيركل اللي جوه نيجي دي مثلا ونضغط انتر ونسميها اوتر سيركل ونعمل منها دوبليكيت الشكل ده كده، ونسمي دي انر سيركل. نيجي بعد كده واحد يقول لي احنا نعمل بقى السكيل ونصغرها. لا انا مش هعمل سكيل، انا عندي طالما انا عندي بارامتر اقدر اتحكم منه ما اشتغلش سكيل. انا اروح للسيركل دي واخلي الراديوس بتاعها مثلا وليكن 300 حاجه بالشكل ده كده، ولا اقعد اعمل بقى سكيل ولا الكلام ده كله. ممكن اعلي 300 دي كده لغايه ما احس ان هي بقت في مساحه مناسبه. اعتقد ان هي كانت المساحه هناك في الفيديو، كل حاجه بالشكل ده كده بالمنظر. طيب احنا لو خدنا بالنا ان كان في الفيديو دي مش كاملة، يعني دي ما كانتش كاملة للاخر، كان فيها قطع. ميزة السويب نيربس ان انا بقدر اتحكم في الشكل ده حتى في 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 في, في يعني في المسار بتاعه نفسه. يعني عندي هنا الاند جروث، لو انا قللت الاند جروث هلاقي ان في هنا اصبح في ايه، اصبح ان انا اقدر اعمل فجوة زي بالظبط اللي معمولة في الفيديو. طيب الفجوة دي المفروض انها مش هنا، المفروض ان هي كانت تقريبا في الحتة دي. طب عشان كده اعمل ايه بقى؟ عشان كده انا هعمل روتيت، هعمل روتيت. الروتيت اللي هعمله للسيركل مش لده كله، خلاص هعمله للسيركل. هاخد روتيشن تمام واعمل روتيت للسيركل بالمنظر ده كده وليكن 90. انا ما اعتقدش ان هي ولا نجرب، لان هي مش بالظبط في النص تمام، حاجه بالشكل ده كده. متهيألي ان انا لسه هكمل الروتيشن يعني لغايه ما اوصل لحاجه زي كده. اعتقد ان هي كانت في الحته دي خلاص، والسويب نيربس بالشكل ده كده. كانت الحركه بتاعتها ما كملتش، كانت كده مثلا، كانت كده وبعدين بدات تطلع لكده. يعني هنحفظ ان احنا عندنا النسبه 68%، 68%. طيب تمام قوي كده، كده خلصنا من اللي بره وخلصنا من اللي جوه. فاضل الجزء اللي كان جوه، اللي هو الجزء الاحمر اللي كان موجود جوه السيركل نفسه. الجزء الاحمر ده ممكن يتعمل بطرق كتيره جدا جدا. ممكن نعمله باللوفت نيربس، وممكن نعمله ببرضو سبلاينز تمام، لكن انا هعمله بطريقه تانية خالص. وليكن هروح هنا اخد الاويل تانك تمام، اويل تانك بالشكل ده كده، وارفع الاويل تانك لفوق. عايز بس اخده اسنتره بالظبط في النص، اعتقد ان هو كده مظبوط. تابعه بعينك لان يعني هنظبطه بعد كده. نيجي بقى للاويل تانك ده ونعمل روتيشن. طبعا معاك شيفت، اضغط شيفت واعمل روتيشن ل 90 درجه بالمنظر ده. تعالى للاويل تانك ونكبر الراديوس بتاعه بالشكل ده كده، حاجة مثلا تكون كده. انتقد بقى ان هو ينزل لتحت شوية منظر ده. اعتقد برضو ان احنا ممكن نكبر الراديوس حبة كمان بالشكل ده كده. مسألة كلها مسألة ضبط. اعتقد ان كده تمام. نيجي بعد كده للجزء ده. الجزء ده انا مش محتاج كل عدد السيجمنتس دي، انا مش محتاج، يعني انا مش محتاج كل السيجمنتس اللي موجوده هنا دي كده. هروح للهايت واقلل الهايت بالمنظر ده، اخليه كده تمام، حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وعندي بعد كده
عندي الروتيشن سيجمنتس دي. طبعا هو مش معمول سموز قوي يعني، كل ما هتزود انت روتيشن سيجمنتس دي كل ما هيبقى الشكل سموز، لكن انا هرجعها تاني للديفولت بتاعها علشان هشتغل على الحواف دي علشان اعمل التنعيم اللي المفروض يتعمل هنا في الحته دي كده، لان هو مش بالمنظر ده. تمام بالشكل كده، نتاكد بس من الشكل بتاعنا تمام ومفيش فيه اي مشكله. كل بقى اللي انا هعمله ان انا عندي حاجه اسمها الهايت سيجمنتس. الهايت سيجمنتس دي 8 كتير، انا مش محتاج 8، ممكن دول كفايه قوي. ونيجي بعد كده نضغط سي من الكيبورد، بس قبل ما اضغط سي من الكيبورد الروتيشن اللي انا عملته للاويل تانك هيعكسني شويه في المجراف، بس انا هسيبه عشان اوريك لو هو لو حصل كده تعمل ايه. لكن هو الصح انك انت تقلب الاورينتيشن اصلا اكس او واي او زد، هتلاقيه اتظبط معاك بدون ما تعمل اي روتيشن. تعالوا بقى نروح ل السيجمنتس او الجزء ده ونضغط سي عشان نحوله اديتابل اوبجكت، يا اما تضغط سي من الكيبورد يا اما تضغط على العلامه دي اللي هي ميك اوبجكت اديتابل. هنعمل ايه فيه وهنشتغل عليه ازاي في الجزء اللي جاي من المحاضره ان شاء الله.